أيها الإخوة الأحباب، إن من فضل الله تبارك وتعالى على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل لها مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات ويرفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثير من المعاصي والسيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات من هذه النفحات الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا أن نغتنم هذه النفحات، فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا خير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. من هذه النفحات العشر الأوائل من شهر الحجة، هذه العشر اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. لماذا؟ لاشتمالها على
هكذا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونصوم
وهي سنة مؤكدة، بل أوجبها الإمام أبي حنيفة على القادر، أوجبها الإمام أبو حنيفة على القادر. واحد يقول لي عن الشيخ إن السنة دي مش هضحك، ليه؟ عشان اللي جاي على قد اللي رايح. ويقولون لك إنه اشترى لابنه جهازا محمولا ب6000 جنيه. طب أيهما أولى؟ الضحية أم التليفون المحمول؟ طب أنت ممكن تجيب لابنك تليفون ب2000 جنيه ب3000 جنيه، وال3000 الثانية تضحي بيه، صح ولا لا؟ واحد يقول لي عن الشيخ أنا بجهز في بيتي ومش قادر أضحي، يدفع لبنته 150000 جنيه أو 200000 جنيه وما جاتش على ال1000 جنيه بتاع الضحية. يعني مش هقول لك مثلا تضحي ب5000 جنيه في ربع بهيمة، أسوق بهيمة، لا والله والله انا سالت في ذكر من الماعز ب1000 جنيه يعمل له 8 كيلو 1000 جنيه، يعني مش هتعطيني في 1000 جنيه دي وتقول انا مش قادر. وداخل 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 يطلع يصيف في مصيف ويقول لك لا انا خلاص، يعني خير اولاده بين الضحيه وبين المصيف، فالاولاد يختارون المصيف ويقول لك لا خلاص مش هضحي، انا مش معايا، مش متوفر معايا فلوس، وعايز يقرا من سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عمل عمل ابن آدم في يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم، وإن الله تعالى يأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها، وإن الدم يوقع في يد الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يوقع على الأرض، فطيبوا بها نفسه، فطيبوا بها نفسه. لماذا لم نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخيرا، من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته أم المؤمنين أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك التشبه بالحجيج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة في هذه الأيام، وأن يعيننا على البعد عن المعاصي في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى وارحمنا وارحم موتانا وانصرنا على